سيد مضر، كيف يمكن تفسير قدوم هذه التعزيزات من قبل الميليشيات المدعومة من إيران إلى محيط إدلب وشمال غرب سوريا؟ أولا عندما نتطرق إلى موضوع إيران، فإيران هي موجودة في سوريا عبر ميليشيات الإرهابية حتى قبل بداية الثورة السورية، أي قبل 15/3/2011، وعزز ذلك بعد قيام الثورة السورية. النظام السوري كان يعزز مواقعه الأمنية والعسكرية قبل وبعد الثورة من خلال الميليشيات الإيرانية، من خلال المرتزقة الذين كانت تجلبهم إيران مثل الحرس الثوري الإيراني وغيره من الميليشيات الإيرانية التي زاد عددها على 43 فصيل إرهابي. كل هذه الفصائل الإرهابية هي تقاتل بجانب النظام، هي ارتكبت مجازر مروعة بحق الشعب السوري، واليوم وجدناها تتواجد في إدلب وكذلك في حماة وفي منطقة الغاب وفي غرب حلب. لا شك بأن عناصر هؤلاء هم من الأفغان، من العراقيين، وفي الفترة الأخيرة تم جلب الكثير من الدواعش وتم ضمهم إلى هذه الميليشيات، وكذلك تم جمع كثير من المرتزقة السوريين الذين يعملون مع هذه الميليشيات ومع نظام الأسد من أجل مقاتلة الشعب السوري ومن أجل وحدة الثورة السورية ومحاربة الشعب السوري، إذا كان في إدلب أو في حلب وكذلك في الغار وفي حماة وفي مختلف المناطق السورية. ولكن سيد مضر، قدوم هذه التعزيزات في هذه الأوقات يتعارض مع التفاهمات التركية الروسية واتفاق وقف إطلاق النار في إدلب. هل تشير هذه التعزيزات إلى قرب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار؟ حقيقة هذه النقطة هي نقطة مهمة جدا. أولا يجب أن يعرف الجميع على أن إيران تم إخراجها من المشهد السوري من الناحية السياسية بين تركيا وبين روسيا. حاليا إيران بعد أن وجدت نفسها هي خارج اللعبة نوعا ما، وخاصة بعد الضغط الكبير جدا عليها في منطقة الفرات، أي في دير الزور وفي الرقة وكذلك في بقية المناطق، هي حاليا تريد أن تخربط الأوراق، تريد أن تمسك ولو قليلا من الخيوط داخل ما يجري في سوريا، وخاصة بعد الاتفاق التركي الروسي الذي تم عقب المعارك المروعة وعقب المجازر المروعة التي حدثت في محافظة إدلب. حاليا إيران من خلال هذه الميليشيات الإرهابية، من خلال جلب الدواعش وإلباسهم لباس الميليشيات الإيرانية، من خلال جلب هؤلاء المرتزقة إلى إدلب، الهدف من ذلك هو نقض كافة الاتفاقيات والهدن التي جرت من أجل أن تبقى المشكلة السورية هي موجودة، لأن وجود المشكلة السورية وعدم وجود أو الوصول إلى حل في سوريا يعني بقاء إيران، يعني أعطاء شرعية لإيران بالبقاء في سوريا، ولذلك هم يريدون أن تبقى الأمور ساخنة ومتوترة، بل أن تبقى المعارك مشتعلة من أجل تربطة ما جرى ومن أجل نقض كافة الاتفاقيات والهدف. هناك حرب حقيقية حاليا ومن تحت الطاولة من قبل إيران إلى تركيا، لأن إيران تنظر إلى تركيا على أنها هي من تحمي الشعب السوري، وهي من تقف مع الشعب السوري، وهي من تدعم الثورة السورية، ولذلك هم يريدون إشعال هذه المشاكل وإشعال ما يجري حاليا في إدلب من أجل ضعضعة وضع تركيا عسكريا وأمنيا، وخاصة مثل ما تابعنا في الأيام الأخيرة عندما تم الهجوم على أحد القواعد التركية. هؤلاء الذين أقدموا على مهاجمة القاعدة التركية هم من خلايا إيران النائمة، أو الخلايا التي أدخلتها إيران والنظام السوري إلى المنطقة من أجل إشعالها مرة أخرى ومن أجل إحداث إرباك للقوات التركية والجيش الوطني السوري الحر.